اليوم أسس ديال الاستيطاب على أكثر من 3 سنوات ديال المحاكمة اللي عاشوا فيها عائلات والضحايا وعائلاتهم 3 سنين من المعاناة، أكثر من 39 جلسة، أكثر من 3 سنوات ديال العذاب من أجل في هذه المحاكمة ديال باب دارنا اللي تعتبر أكبر عملية نصب عقاري في المغرب. راحوا الضحية ديالها أكثر من 1400 ضحية، كانوا هناك أحكام جد مشددة للمتهم الرئيسي والحكم ضد وصل 15 سنة سجن، بالإضافة إلى أكثر من 50 سنة تفرقت على جميع المتهمين الرئيسيين في هذا الملف. كنظن أول ليلة اللي ينعموا فيها الضحايا براحة بعد 3 سنوات ديال العذاب اللي هيمكنوا ولو من ناحية المعنوية يحسوا بأنهم رجعوا لهم الحقوق ديالهم. في المغرب في البلد ديالنا يمكن نقول بأن النفوذ والسلطة والمال ما كيحميوش الأصحاب ديالهم من أنهم تاهما يتعاقبوا وأنهم يخلصوا على جرائم اللي داروا ضد هاد المواطنين. عندنا يعني بالطبع كاين هناك عدد من الضحايا ما راضينش 100% لأنهم ما تمكنوش من استرجاع كل الأموال اللي ضاعوا فيها في هاد المشاريع وفي هاد الشقق في هاد الفيلات اللي كانوا كيحلموا بهم. احنا يعني راضين عن مسار هذه القضيه رغم ربما ان الكل ماشي ولكن ماشي يعني راضي عن الحكم ربما من الجانب في الجانب ديال المالي ديالو.